السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قضايا وآراء. الصلح خير، نص محكم لا يقبل التأويل، أفاد حكما من محكمات الشريعة، وهو أن الصلح مما يرغب فيه الإسلام ويحث عليه لما له من أثر في حفظ كيان المجتمع وتماسكه. لكن الصلح في نظر الشريعة لابد له من ضوابط ومعايير ليؤدي الغرض المنشود منه، وإلا ما كان صلحا وإن سمي كذلك. وفي الآونة الأخيرة رأينا في بلادنا إفراجات على محكومين مدانين بدعوى تحقيق المصالحة الوطنية، وهو أمر أثار استغراب كثيرين، لأنه بنظرهم لن يؤدي لمصالحة وطنية، بل قد يؤدي إلى مزيد تشرذم وشقاق. فما هو الصلح في اصطلاح أهل الشريعة؟ وما منزلته في الإسلام؟ وما ضوابطه في المعيار الشرعي؟ ومن جهة أخرى، هل يمكن لهذه الإفراجات التي حدثت في بلادنا مؤخراً أن تؤدي للمصالحة الوطنية، أم هي كما يرى البعض مدعاة لمزيد انقسام؟ يسرني أن أطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي الدكتور محمود سلام الغرياني، أستاذ الشريعة في جامعة الزيتون. مرحبا بك دكتور محمود. أهلا وسهلا بك دكتور خوسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمود. يعني لنبدأ بتعريف المصالحة الوطنية، عنوان الحلقة المصالحة الوطنية بين المنظور الشرعي وواقع بلادنا. المصالحة مفعلة مأخوذة من الصلح كما هو في العرف اللغوي والصرفي، فما معناها في اصطلاح الفقهاء، معنى الصلح أو المصالحة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السادة المشاهدون، فضيلة الدكتور فوزي، وأشكركم على هذه الدعوة وعلى فتح هذا الموضوع الحساس والكثير المساس بالمرحلة الراهنة في البلد. نعم. طبعا لمعرفة الحكم الشرعي لابد من العودة إلى الأصل اللغوي، نظرا للعلاقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. نعم. ونجد أن مصطلح المصالحة والصلح هو من المادة اللغوية اللي هي تتعلق بصلحة، وهي عكس مادة الفساد. فإذا النظر في هذه المسألة بداية يطرح القضاء على الفساد والوصول إلى ما فيه الصلاح، فالصلح والإصلاح هما الوصول إلى القضاء على الفساد، ومن هنا تكون مقصد الشريعة حاكما على المفاهيم التي يمكن أن تبرز من خلال التطبيق. في بداية التعريف، الحقيقة باعتبار الموضوع الذي نناقشه، أرى أننا نقع كثيرا ما نقع، ربما بعمد من بعض الجهات، وربما بغير ذلك، في الخلط بين معنيين وهما كثيرا القرب من محل البحث، مصطلح الإصلاح ومصطلح الصلح. وفي الآيات الكريمة هناك تفريق واضح بين الإصلاح ودور الإصلاح والأمر بالإصلاح، وهناك فارق أيضا بين الأمر بالصلح. ففي الأمر بالصلح هناك دعوة للطرفين للاتفاق على معنى معين، يكون فيه الاتفاق على ما هو خير لهما، ويكون فيه قضاء على النزاع. وفي الأمر بالإصلاح يكون هناك أمر موجه للأمة أو للحاكم أو للجماعة عموما، لطرف ثالث غير الأطراف المختلفة، لإيقاع الإصلاح. وكلمة الإصلاح تختلف عن الصلح في المعاني العرفية. ولذلك الإصلاح هو رفع المظالم وإزالة الشبهات وإحقاق الحقوق بالقوة أو بالدعوة أولا، وبالمفاهمة وبالتفهيم أولا، ثم بالقوة ما أمكن ذلك. أما الصلح فهو الاتفاق بين طرفي النزاع على التنازل عن جزء من حق عند كل من الطرفين لتيسير الاستمرار في الحياة المشتركة. وبالتالي هذان المعنيان بينهما فارق من ناحية التطبيقية. ولذلك أعتقد أننا يجب أن نسير في الخطين المتوازيين، خط الإصلاح وخط الصلح. وأعتقد أن إحلال أحدهما محل الآخر أوقع الغبن وأوقع سوء الفهم،
وذلك أعتقد أن مصطلح الصلح هو الكثير الشيوع الآن، حتى بدون إرادة الأطراف المظلومة، حتى بدون استشارة المظلومين. وهذا في الحقيقة هنا لا يستعمل مصطلح الصلح، وإنما يستعمل مصطلح الإصلاح. وهذا في الشريعة، بل حتى عند العقلاء عموما، حتى في القوانين الدولية وعموما، يعني بعد النزاعات يحل الموضوع يسمى بالعدالة الانتقالية، ويقال بأن إحلال العدل هو السبيل للمصالحة. فلا تبدأ البحث عن المصالحة بدون إحلال العدالة، إلا في التطبيقات التي ربما فيها نوع من الاستغلال للمعاني النبيلة لأهداف غير صحيحة. وهذا ما أعتقد أننا إذا بدأنا البحث بالتوازي في هذين المصطلحين ربما نصل إلى حقائق يعني كاشفة لحل لما هو واقع بالفعل. نعم. طيب شيخ، يعني الآن كلمة أو مصطلح الصلح يعني مصطلح شرعي، يعني تحث عليه النصوص الشرعية، ولعل التي الآية التي قرأتها في بداية المقدمة والصلح خير، يعني هذا دليل على أن المصالحة والصلح مطلوب أو مطلوبان شرعا. يعني لو نستعرض بخلاف هذا المصطلح بعض النصوص الأخرى الداعية للصلح والتصالح والتسامح، طبعا نقصد بالصلح المعنى الذي ذكرته بالمعنى الصلح وليس الإصلاح. نعم اللي هو دعوة الطرفين. نعم. قيام الطرفين. نعم. باللام. طبعا الصلح أمر مندوب إليه، أما الإصلاح فهو فريضة شرعية. طبعا. أن تقوم الجماعة أو أصحاب القوة والمقدرة على إحلال الحق، وهو فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الإصلاح. وبالتالي فالإصلاح فريضة شرعية. نعم. الصلح هو أمر مرغب فيه ومحبب إليه، وقد يتقارب معنى الإصلاح والصلح عندما تكون هناك القوة الرادعة للظلم وإعطاء بعض الحقوق، فربما المظلوم وصاحب الحق يرضى بالتنازل عن بعض حقوقه نظيرة تحقيق المصلحة العامة. ولكن ما أردت بضرورة النظر للمصطلحين نظر، لأن لو أننا نظرنا دائما إلى الترغيب في الصلح وكذا، فكأننا نطلب من المظلوم أن يوافق على المصالحة، وإذا لم يوافق على المصالحة فهو السبب في هذا العرقلة للحراك الاجتماعي ولا لاستقرار الدولة، وهذا مفهوم باطل غير صحيح. وهذا بالشريعة وبالنظر العقلي العام اللي استقر في المنظومة الدولية تحت مفاهيم العدالة الانتقالية. ولذلك الإصلاح أمر واجب بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا تقريره كثير وارد في الشريعة. الصلح أرغب فيه بترغيبات عديدة، نظر لأن الوقوف عند محاز الحقوق أحيانا يكون من الصعب، وأحيانا يكون يسبب ضغائن، أو ولو لم تكن ظاهرة ولكن فيها أبعاد اجتماعية أو أسرية وما إلى ذلك. وبالتالي فالشريعة حببت الأطراف المتنازعة على المصالح. وفي الحقيقة أن طلب الصلح وطلب الشريعة الصلح هو في العادة وفي أغلب الأحيان كان في المناطق التي يكثر فيها الاشتباه والتداخل وعدم القدرة على التقويم التام للحالة. يعني وهذا نجدها أحيانا في كثير من المنازعات المالية، المنازعات الاجتماعية، العلاقات الزوجية مثلا. فعلى سبيل المثال لو أخذنا العلاقة الزوجية والنزاع الزوجي، الشريعة نظرت له نظرتين، نظرة إصلاح ونظرة صلح. صلح. نعم. ففي نظرة الإصلاح قالت وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالإصلاح الأطراف التي يهمها أمر الأسرة إذا كانت تريد الإصلاح، يعني تريد أن تحق الحق ولا تريد زي ما نقوله بلهجتنا الدارجة أن تنزل على أحد الطرفين زي ما هو معتاد الآن، يعني ربما طرفين يتلاقوا فينزلوا على المرأة مثلا يقولوا لا أنت لازم تتحملي ولازم تصبري ولازم كذا، أو ينزلوا على الراجل يقولوا لازم باش أنت على خلال. هذا بالمعنى هذا ما يبوش الإصلاح. يريد إصلاح يعني يحلوا أساس النزاع الحقيقي اللي هو فيه حقوق،
ثم يطلب من الطرف المظلوم أنه يتنازل عن جزء من الحق، فهذا الإصلاح. ولذلك هنا يعني الإصلاح مأمور به، فأفبعث حكما من أهلي وحكما من أهلي. في الجانب الآخر في نهاية السورة قالت الآية: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. هنا الطرفان المتنازعان يكون بينهما اختلاف، إذا أراد حل الأمر بينهما ودع يمكنهما أن يحل المشاكل بدون أن تتدخل الأطراف الأخرى، وهنا يكون الأمر بدعوتهم إلى الصلح ما دام الأمر خارج الحقوق. يعني ما دامت المرأة لم تطلب من المجتمع أن يساعدها، أو الرجل لم يطلب من المجتمع أن يساعده في حقوقه، وهذا معياره الذهاب إلى القضاء. ولذلك العلماء نسقوا هذا الأمر بحيث أن العلاقة بين الشخص بين الطرفين في العقود الخاصة، إذا التجأوا إلى الطرف الثالث اللي هو القضاء أو الدولة أو القوة التي يمكنها أن تحق الحقوق، فهنا النظر إلى الصلح يكون بشروط وبقيود. فلذلك نحن نقول إن الصلح مرغب فيه، ولكن هذا الترغيب هو بإرادة الطرف المظلوم، بإرادة الأطراف اللي هي محل الحاجة إلى الدعم والمساعدة. فالشريعة لا توافق على ما يقع اجتماعيا ودوليا ربما والآن سياسيا من الضغط على الأطراف بشكل متساوي. لابد أن يكون الضغط على الطرف الظالم، ويكون المساعدة والدعم والتطمينات توجه إلى الطرف المظلوم وصاحب الحق. ولذلك لا شك أن الشريعة تدعو إلى الصلح. يعني الآية سورة الحجرات، سورة يعني سورة التنظيم الاجتماعي وصورة إدارة النزاع الاجتماعي في أكثر من صورة، في أكثر من صوره، في أكثر صور. ولذلك تقول الآية مثلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم تقل الآية فيصالح، فقالت فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ثم قالت الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا المعنى في هذا التنظيم السياسي والاجتماعي اللي نظمته الشريعة في ظاهرة التنازع بين المسلمين، هذا هو في هذه الحالة. في بعض الأحيان تطلب الشريعة الصلح، مثل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال طلب الصلح، يعني ذهب لمصالحة. يعني مثلا في 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 الوقائع التاريخية، سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه قال: إن الله سبحانه وتعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان هذا الأمر داعي للصلح بين الطرفين، نظر لأن المسألة بين الطرفين يعني الحق فيها متداخل، حتى إن كبار الصحابة دخلوا في الاجتهاد، اجتهادهم الفقهي، البعض نظر بهذا المنظار والبعض الآخر نظر بمنظار آخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الأمر بأنه يصلح بين فئتين، لأن الإصلاح هنا يعني الأمة كلها يعني انقسمت إلى فئتين، فأصبح الصلح بينها بين الطرفين هو الذي هو الظاهر، ولم يكن هناك اتفاق على يعني تنازل عن حقوق لفئة دون أخرى لأي سبب من الأسباب. يعني هو إصلاح وليس صلحا، يعني فهو صلح، ولكن نظر لتعذر الإصلاح فيقع حتى في الشؤون العامة. ولذلك هي المسألة فيها تداخل كبير. في العادة الصلح لا يكون بالتدخل السلطة، إذا وجدت السلطة مثل ما نحن نبحث فيه اليوم مثل الأحوال، فهذا يكون شأن إصلاح وليس شأن الصلح. أما شأن الصلح فهو عندما تتفاوض الأطراف، وقد تساعد السلطة الأطراف بقدم متساوي بدون ضغط على أحد الطرفين، فإذا توصلوا إلى صيغة لا يتوفر فيها شروط الصلح الشرعية، عدم الإرغام على التنازل، عدم التنازل عن حدود الله سبحانه وتعالى فيما تحله الشريعة، فهنا أيضا يدخل باب الصلح، والصلح يرغب فيه كذلك. يعني مثلا لاحظوا في آية القصاص إن الله سبحانه وتعالى يعني أعطى الحق لولي القتيل، لولي الدم أن يقتص، ثم يعني رغبه في التنازل وفي العفو وفي المصالحة بقوله: فمن عفي له من أخيه شيء.
فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني رغبه وقواه لأنه هو صاحب السلطان، حتى سماه في موضع آخر فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهو صاحب السلطان. فهنا الآن عندما نتنازل عن حق الدم بدون ولي الدم، بدون أن نعطي لصاحب السلطان سلطانه، فهنا نكون أدخلنا مفهوم في غير محله، وبالتالي نكون محل بحثنا أصلا خاطئ، والنتائج ستكون بدون شك خاطئة. نعم. فأعتقد من هذه الزاوية حاولت أن أبني النظر دائما بمزاوجة بين الحالة، مفهومين، مفهوم الصلح ومفهوم النظر لترابطهما في الحالة العامة. طيب دكتور، هو توا الحديث نحن عن على يعني مع أهمية مصطلح الإصلاح، لكن الآن نريد لأن الصلح والمصالحة، لأن حديثنا حقيقة عما يقع، عما هو واقع الآن في بلادنا، نريد قبل أن نتحدث عما هو واقع الآن في بلادنا، يعني الصلح لما ربنا يقول والصلح خير، لابد أن للصلح أهمية في حفظ كيان هذا المجتمع وفي حفظ الأفراد نفسها. سؤالي الآن إليك، يعني ما هو أو ما أهمية الصلح على مستوى الفردي وعلى مستوى المجتمعي؟ خلينا نبدأ بالمستوى المجتمعي، ما أهمية الصلح؟ يعني نريد ننظر ل طبعا الصلح نوصل ثم بعد ذلك نتجه ل الصلح. الصلح مهم جدا على المستوى المجتمعي. نحن في ليبيا نلمس أهميته، لأننا وقعنا في مختنقات كثيرة في التعايش المشترك، وبعد الوقوع في المختنقات العملية والفعلية حتى أننا وصلنا إلى سفك دماء بعضنا البعض، ويعني المأساة الاجتماعية ربما صارت يعني وحدثت في 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 أكثر أو في أظهر صورها أو في أبرز صورها، والمشاكل متداخلة، وبالتالي الصلح هو هنا سيد الموقف. ولكن طبعا الصلح لابد أن يكون على أسس، وهو أن لا يكون هناك باستقواء طرف على طرف، أن لا يكون هناك بأكل الطرف القوي حق الطرف الضعيف، أن لا يكون بإرغامه على بعض الاستحقاقات والإكراهات، مثل بعض يعني تسويد غير مؤهلين للسيادة، تولية غير الأكفاء، جعل المال العام ثمن لبعض الصفقات، فجعل الصلح لا يخرج بهيئته الشرعية المطلوبة اللي هي تكون فيها اتفاق حقيقي. ولذلك نحن مثلا من أجلى صور الصلح الاجتماعي هو المناقشات السياسية، مثل الدستور. فالدستور هو وثيقة مجتمعية كبرى ينبغي العمل على الوصول إليها، ويرغب الشارع في الوصول إليها، حتى إن الشارع عمل قيمة عليا للعقود، وعلى الأخص المشارطات اللي تقع بين في المجتمع الكبير، فقال إن المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فدعا الناس إلى أن تضع مثل هذه القواعد وأن تحترمها وتجعلها معيار بينها، حتى فهي بالنهاية هذه الدساتير وهذه النظم هي تصالحات اجتماعية. نعم. يعني عندما يقع المتساكنين في هذه البلد على الاتفاق على تبادل للواجبات وتبادل الحقوق، يعني بدون ظلم، ولكن أيضا ربما ببعض التنازلات، بعض التنازلات غير المجحفة مقبولة من الجميع، ولكن الإكراهات اللي تقع مثلا أحيانا من السلطة على العامة أو من الطرف المتغلب على الطرف الضعيف، بحيث يفقده كيانه الاجتماعي ويفقده قدرته على المشاركة، هذا يخلق مع الوقت يعني ضغط، ويولد انفجار تعود الصراعات من جديد. وبالتالي من أبرز ما تدعو إليه الشريعة من مظاهر الصلح هو ضبط السياسة العامة والاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في سياسته للمسلمين أنه يعني ذهب في بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية، ثم عندما كانت تحدث الحروب يجمع أهل المدينة لمشورتهم حتى في شأن الحرب، فكان هناك المشارطات الاجتماعية، هذه المصالحات اللي تجعل المشاركين في القرار لهم دور، وبالتالي يشعروا بأن الدولة من مسؤوليتهم، فينتج الاستقرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مثال واضح جدا في الصلح الاجتماعي اللي تأسست عليه الدولة هو الصلح بين الأوس والخزر. يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وكانت تضج بالحروب
الأهلية اللي هي بين قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وهم كانوا عرب وأقرب إلى بعضهم البعض من اليهود الذين كانوا يتفرجون عليهم ويفرحون بهذه المنازعات. عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به هو هذا الصلح المجتمعي العام، ولكن الصلح هذا لم يكن يعني بتحميل أحد الطرفين مسؤولية كاملة لما كان يحدث، ولا بإجباره على بعض ما يكره وأخذ أحد حقوق أحد الطرفين للآخر، وإنما كان بجعل إيقاع الإحساس بالتسوية في الحقوق والتسوية في الواجبات، يعني أنشأت هذه الروح اللي عبرت عنها صورة الحشر بالمحبة، وهذيك الإحساس بالنصرة وكذا، هذا نشأ بقوة هذا الصلح. وبالتالي الصلح هو مبثوث في كل تطبيقات السنة النبوية، السيرة النبوية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتأخر عن صلاة الجماعة، وحدثت أكثر من واقعة في الصحيحين على أنها كان مثلا ذهب إلى أسرة تخاصمت أو قبيلة حدثت فيها خصومة، وهذا الأمر منتشر حتى يتأخر. يعني هو كان لا يعني لا يسمح للنزاعات بأن يمتد بها الزمن، يعني نقول يسمع بنزاع يقول اذهبوا بنا إلى بني فلان حتى نصلح بينهم، يعني كان يقول ننتظر أذان الظهر نصلي الجماعة ثم نخرج بعد الظهر أو نستدعوهم حتى يأتوا إلينا. لا، في بعض الأساليب والمنهجيات اللي يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهب إليهم بشخصه الشريف، وعندما يعرض عليهم ويسمع من جميعهم، هذه تكون فيها أساس المصالحة. وذلك يجب أن ننظر للصلح وللمصالحة المجتمعية بأوسع من فكرة يعني الطرفين يوقعان يعني تنازلات وسكوت عن ملفات وما إلى ذلك. هي تقع أيضا في الاتفاق على أسس إدارة الحياة، شؤون الحياة، حتى يقع بعد ذلك النظر في المسائل. وأعتقد أن احنا عندنا حتى في الجوانب الدولية الآن مسألة تعرف بالعدالة الانتقالية، وهي مفهوم جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. يعني نحن للأسف نترك تشريعاتنا وأسسنا الإسلامية، ونترك من المنظومة العالمية الأشياء الجيدة، ولكن نسير فقط وراء إحلال بعض الحلول يعني الظالمة، ونعالج جورا بجور وظلما بظلم، وبالتالي لن يكون هناك صلح حقيقي. نعم. طيب، هذا على المستوى المجتمعي. يعني لو سألت سؤال يعني ما أهمية الصلح على المستوى الفردي، الفرد نفسه، يعني هذا أمر مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع كثير من المسائل بين يديه صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو إلى الصلح، وكان أحيانا يعرض على الطرفين طريقة للمصالح. وهنا يعني مثلا إحدى الروايات إن كان في طرفين اختلف على السقاية في المزرعة، الماء يعني كان بالمهايئة بين قسمة المهايئة، فكان هناك نزاع بين الطرفين من هو الأولى بالسقاية في يوم معين. فحدث النزاع أماما، جاء المتنازعان للنبي صلى الله عليه وسلم، فاقترح عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتراح أن فلان يسقي يوما وفلان يسقي يوما آخر وما إلى ذلك. فأحد الطرفين اعترض على هذه المصالح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل بالحكم الشرعي الحدي، وهو بالمقاسمة النصفية بالنصف. وطبعا هنا يعني لابد أن ننظر في هذا الحديث في الصحابي الذي عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الحل الأول كيف أمكنه أن يرفض هذا الحل. فهذا هو فكرة الصلح، أن الحاكم وصاحب القوة والمنظم والمهتم بالشأن الاجتماعي اللي هو قيادة الدولة المتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم عرض صيغة من صيغ الصلح، وأحد الطرفين الذي يرى نفسه صاحب الحق إما أن يوافق وإما أن يرفض. وحتى جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه، وأنه هو نبي الأمة، وكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفدونهم بأنفسهم وأموالهم ويبذلون دماءهم دونه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما يعني اقترح على المتنازعين طريقة لحل المشكلة، رأى الصحابي أنه لن تؤثر في تسليمه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في تقديسه لذات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعترض على هذا الحل. وهذه هي التربية الإيمانية، وهذه هي أسس الصلح.
أسس الصلع عندما يتدخل بها طرف ثالث لابد أن تكون مبنية على موافقة الطرف الضعيف. حتى في كتابة العقود المالية الله سبحانه وتعالى قال يعني يوم الذي عليه الحق، المدين هو الذي يملي الوثيقة بحيث يشعر بأنها يعني يكتب ما أراد وأن لا يكتب إلا ما رضيه هو وكذا. هذه المعاني هي هذه الطمأنات الأساسية اللي على أساسها تقع التعايش. فنحن الآن ننظر لظواهر نصوص معينة ونريد أن ربما في بعض التوجهات هي التي يعني تأخذ من الشريعة البعض وتترك الشروط والضوابط لأغراض مخصوصة، وأعني هنا كثير من الطبقات الحاكمة التي تدعي بتطبيق الشريعة وهي لا تطبق تمام الشريعة. فلذلك أعتقد أن المستوى الفردي يحدث فيه الصلح، أو والصلح فيه له تأثير كبير. يعني الصلح له يعني موضعان، موضع قبل الخصومة أمام القضاء وبعد الخصومة أمام القضاء. قبل الخصومة أمام القضاء الصلح يعني حتى في أشياء حدية، حتى في الحدود ربما الإنسان يمتنع عن رفع الدعوة إلى القضاء بسبب الترفق بالجاني أو الترفق بالمتهم أو كذا، فهذا الأمر مسموح به. يعني مثلا قضايا السرقة وغيرها، إذا سرق من إنسان شيء ثم لم يرفعه إلى القضاء وتعطف على هذا الجاني فيجوز له ذلك ويحبب إليه، يحبب العفو، فحبب العفو، وهذا هو المصالح. لكن لا يأخذ ثمن على هذا الأمر، ولكن إذا رفع إلى القضاء يظل هناك باب للصلح ولكنه أقل، نظر لأن الحقوق عندما تصل للقضاء تصبح فيها طرف ثالث يعني صاحب حق. ولذلك نقول أن الصلح في الناحية الفردية له أثر كبير في الشؤون المالية، في شؤون الأسرة، في شؤون في مختلف الشؤون، والشريعة نظمتها والفقهاء عملوا لها باب مخصوص في كتب الفقه هو باب الصلح. طيب هو على ذكر الكتب الفقه يعني أيضا نجد للصلح مجال في باب القضاء، يعني تجد له حتى حيز في كتب القضاء. يعني بإجازة دكتور، يعني ومن باب الإلمام بهذا المفهوم، لو نذكر أهمية الصلح لأطراف التقاضي المدعي والمدعى عليه. نعم طبعا تنظيم الصلح في باب التقاضي يختلف عن المرحلة السابقة عن الوصول للقضاء، نظر لأن أطراف المشكلة قبل الوصول للقاضي كانت طرفين، بعد الوصول للقاضي أصبحت ثلاثة. اللي هي الدولة أو حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك قسموا العلماء الحقوق إلى قسمين، حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق للعباد. فحقوق لله سبحانه وتعالى الآن تسمى بالحق العام أو حق المجتمع، وهذا كله يعني نائي من الناس للأسف تنأى باستخدام العبارة الشرعية الأصلية شرعية. نظر لأننا نفقد المرجعية الشرعية الصريحة في قوانيننا وأنظمتنا القضائية، ولكن هو في الحقيقة حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تدار الدولة باسمه وبشريعته سبحانه وتعالى. وبالتالي مثلا الزنا، السرقة، هذه الجنايات الكبيرة في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق الشرع، إذا وصلت إلى القاضي يحرم المصالحة فيها ويحرم العفو، حتى القاضي لا يستطيع أن يخلي سبيل هؤلاء الجناة الذين اقترفوا الجرائم الحدية. وبالتالي الصلح يضيق بابه. لكن القسم الثاني من الحقوق اللي هو حقوق العباد بابه مفتوح في أي مرحلة من مراحل النزاع، وبالتالي الشريعة حرمت حتى على القاضي أن يطرح على أحد الطرفين يعني اقتراح في حقوقه، يقول له أنت ما دام تطلب في مثلا في نصف مزرعتك راه الأوراق تثبت لك حتى النصف الآخر، ليش ما تطلبهاش كلها مع بعض البعض؟ يحرم على القاضي ذلك. يجب أن يترك الأطراف ما دام حقوق خاصة يتركهم وفق ما رأوا أن يطلبوا تدخل القاضي من أجله، وينحصر عمل القاضي في ما. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد في الأمور المدنية والأمور الخاصة بهذا الشأن. فإذا أرادوا الصلح كان لهم ذلك. هل للقاضي أن يطلب منهم الصلح؟ نعم للقاضي أن يطلب منهم الصلح في حالين. في الحالة الأولى حالة ما إذا كانت الحقوق متداخلة، فهنا القاضي يوقف حتى النظر في القضية من أجل أن يطلب منهم أن يوصلوا إلى صيغة.
في الحالة الثانية إذا كانت الحقوق بينة وواضحة فالقاضي يحرم عليه أن يجبرهم على الصلح، ولكن يمكنه أن يعرض عليه مثلا يقول ما رأيكم في أن تعملوا الطريقة الفلانية، وأنتم الآن لو كملتوا الطريق ربما أنتم أقارب أو أنتم جيران أو أنتم شركاء، فلو حفظتم على بعض كذا، لو رأى صاحب الحق ذلك بدون ضغط عليه فله ذلك، وإن لم يرى ذلك فيجب على القاضي أن يوصل الحق لصاحبه عن طريق الحكم القضاء. فإذن هو الصلح لما تتدخل فيه السلطة، تتدخل فيه القضاء، يكون مرهون بإرادة الطرف الأضعف، الطرف صاحب الحق، طالب الحق. فأما الظالم فهو عملت الدولة ويمثلها القضاء من أجل الأخذ على يد الظالم، حتى إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما ولي قال إن صاحب يعني قوي فيكم القوي ضعيف، الضعيف فيكم قوي حتى أخذ له حقه، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ منه الحق. هذا أصل فكرة الدولة عبر عنها سيدنا أبو بكر بفهمه العميق للإسلام وبصديقيته رضي الله عنه. وإحنا الآن قاعدين نعجز عن أن نفهم دور الدولة في مثل هذه المفاهيم، وندخل يعني المظلومين في يعني نقاشات وفي استفزازات وفي مساومات. الحقيقة المظلوم هو يريد يد الدعم والمساعدة ولا يريد استغلال موقفه. نعم. طيب لو قبل أن أنتقل بك المحور المهم وهو ما يجب اليوم في بلادي، لو باختصار دكتور شروط الصلح من المنظور الشرعي، هل هناك شروط ومعايير للصلح بحيث يمكن بعد ذلك أن نطبقها فيما يجري الآن في بلادي؟ نعم طبعا، اعذرني طبعا أنا على طول الخط يعني أريد أن نوازن دائما بين الإصلاح والصلح. الصلح نعم. الصلح في حالته الحقيقية هو عقد بين الطرفين. كويس. والعقد طبعا قد يكون عقد بين أفراد، وقد يكون حتى بين 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 فرق طوائف. نعم. الله سبحانه وتعالى عبر عنه بطائفتين، يعني قد تنقسم الأمة مثل ما انقسمت ليبيا الآن إلى طائفتين، لا بأس. فإذا الطائفتين هاتين الطائفتين أرادوا الحل وكان عندهم صدق في الحل، فيعملوا الجلسات اللازمة والبحوث ومناقشة الالتزامات المتبادلة الممكنة والمظالم التي يدعيها كل طرف على الآخر، ثم يصلوا إلى الحل اللي هو يرضى به جميع الأطراف. وهذا الحل اتفقت الدول المعاصرة على تسميته بالدستور. دستور. دستور. دساتير. تساق دساتير. الشريعة تسميه الشروط، مشارطات. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة المنورة عمل وثيقة، وثيقة دستورية. نحن نسميها دستورية لأننا نميل إلى أن نفهم بوفق أفهامنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة لتنظم شأن المدينة المنورة وهي الدولة الأولى في الإسلام. أول وثيقة عملها هي عملها وثيقة البيعة بين صلى الله عليه وسلم وبين الأوس والخجر الذين نظمهم الأنصار. ثم لما وصل إلى المدينة المنورة عمل وثيقة لليهود، كيف نظم بقاء اليهود في المدينة المنورة، بحيث أعطاهم بعض الحقوق وركب عليهم ورتب عليهم بعض الالتزامات. وهذه الوثيقة هي اللي كانت الأساس للخلف والغدر اللي غدر اليهود، غدروا بالمواعيد والمشارطات اللي شارطوها للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض في بني قريظة وبني النضير وما إلى في تلك المرحلة اللاحقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظم الدولة بمصالحات، يعني باتفاقات كانت الجميع ترضى بهذا الأمر. فنحن اليوم كذلك إذا وقع منا هذا الأمر فنوقع. فالشيء الأول هو الرضا، شرط أساسي في الصلح. الشرط الأول هو الرضا. الصلح لا يكون بالإكراه، لأن الصلح هو عقد بين الطرفين، هو تلاقي إرادتين على أن تدار الأمر بشكل معين، يعني سواء في الأمر المالي أن يتنازل مثلا أعطيني نصف ما أطلبك به وأسامحك في الباقي، هذا مثلا في الدولة نتفق مثلا على أن تدار الدولة بالطريقة الفلانية في مجال الرئاسة، في مجال الثروات، في مجال الحقوق. فتكون هذه الأمر بالتوقيع، والتوقيع الآن يمثله التصويت في الصندوق عندما يعبر جميع الأفراد الناس بموافقتهم ويعطي موافقاتهم، هذه بمثابة التوقيع على هذه الوثيقة من أفراد الشعب. فطبعا هذا صيغة من الصيغ اللي احنا الآن نغفل عن أنها هي صلح. نعم. نظام شرعي، صلح اجتماعي وشرعي لابد أن نطبقه، لكن لابد من شرط الرضا. نحن اليوم داخلين على انتخابات، ولكن وسائل الإكراه في والقصر وإبداء
النتائج المسبقة هي الأوضح الآن من أنها تريد توقيع الناس على ما يحل مشاكلهم، وبالتالي كأننا نحن نستغل العناوين للأغراض غير صحيحة، وهذا للأسف هو ما نقع فيه. فالشرط الأول هو شرط الرضا، الشرط الثاني هو موافقة الأصول الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حرم حلالا، وبالتالي المصالحات إذا وضعت المشارطات اللي هي تخالف الشريعة فهي باطلة بذاتها، وغير ذلك الناس يحق لهم أن يتعاقدوا، وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يوفوا بالعقود. فإذا لو التزمنا في نظام الصلح بهاتين المسألتين، بمسألة الرضا وموافقة الشريعة، فتحل أمور كل الأمور الصعبة عن طريق هذا الصلح الحقيقي. لكن ما ندعى إليه ربما، وربما يكون حدثي غير صحيح، ندعى إلى صلح بإكراه، اللي هو هذا التوقيع على الانتخابات، هو صلح، وثيقة صلح، كل الوثائق التي توقع من طرفين هي عقود وهي رضاءات معينة. فإذا كان فيها تنازل عن حق سابق ورضا بشيء مشترك فهي تعد صلحا، ولا يجوز المصالحة إلا على ما تملكه أنت. نعم. بعض الأحيان ممكن تقع المصالحات على حقوق الغير. نعم. يوقع الإنسان على ما لا يملك. نعم. فطبعا هذه هي بعض المشاكل اللي نقع فيها، فهذه هي شروط الصلح. شروط الصلح. طيب الآن خلينا ننتقل الآن، لأن الوقت بدأ يدهمنا دكتور. يعني الآن تحت مسمى المصالحة الوطنية، خاصة بعد هذه الحروب والاقتتالات الطويلة، الحقيقة الآن أطلق سراح عدد من أتباع النظام السابق. يعني السؤال الأول في ضوء هذا ما ذكرت الآن من شروط الصلح، من الناحية الشرعية بل حتى من الناحية القانونية، هل يملك من في موقع السلطة الآن العفو عن مجرمين محكوم عليهم ومدانين بحجة المصالحة الوطنية وحجة الصلح؟ طبعا هذا من أجل هذا بدأت بمدخل الفرق، فرق كبير، وسواء عند في الشريعة أو عند ذوي العقول من غير المسلمين، وما تمثلهم القوانين الدولية. فلا أحد يعني من العقلاء يقول بأن يعني عفى الله عما سلف. هذه تسمى الهروب من أو الفرار من المساءلة أو الفرار من العقوبة. فالآن الأمم المتحدة صدقت أم كذبت، ولكن أحد مبادئها هو عدم دعم الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب يعني عدم إحقاق الحقوق. فالقول بأن توجد صلح بين طرفين وتوقيعات بين طرفين بدون إرادة هذين الطرفين ثم نسميه مصالحة وطنية، هذا ربما هو محل الإشكال. فإن جعلت ناس تفقد حقوقها وهي تطالب وتخرسها عندما تطالب حقوقها، ثم نسمي هذا جزء من المصالحة الوطنية. فكأن هناك أناس مخولين بتوقيع عن عموم الناس، وهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن جعل مثلا في قضية القتل قال قد جعلنا لوليه سلطان. يعني ليس لأحد. يعني شوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في هذه القضايا لم يكن هو السلطان فيما يتعلق بحق ولي الدم في القصة. نعم. كان السلطان لولي الدم، فإما يعفو وإما يطلب بقصاصه. فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرفض إحلال العقوبة، لأن يكون بهذا الحال يكون يعني رفض تطبيق الشريعة. فالله سبحانه وتعالى أمره بأن ينزل الشريعة كما أمر صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن ما أمر به صلى الله عليه وسلم هو أن ينفذ للراغب في قتل غريمه أن يقتله وأن يقتص منه. فوصلت الأمر إلى هذا الحد. ولذلك الآن لو نلاحظ بعض الناس تتصرف تحت اسم المصالحة الوطنية، المصالحة الوطنية لا شك أنها غاية شريفة، وهي مصالحة شرعية. نسميها المصالحة الوطنية كأحد التسمية، وهي مصالحة إسلامية، مصالحة دينية يدعمها الدين وتدعمها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتدعمها المذاهب الفقهية عموما. لكن لتكون المصالحة وفق الشروط الشرعية بل حتى وفق الشروط القانونية للمصالحة، بحيث تحدد المسائل ويوقع على التنازلات أو على الشروط مشارطات يوافق عليها أهلها وعامة الناس فيها، فهنا يقع الأمر. ولذلك حتى في القوانين الآن الجنائية الموجودة يعني لا يجوز إغفال مطالبات الناس بحقوقها، وأهل الدم ينتظرون إنصاف
المحاكم لهم لان يعني تاخذ لهم تبين لهم حقهم، يعني حتى لو حكمت محاكمات، يعني المحاكمات تكون منصفه وتكون محاكمات وفق الشريعه والحقوق وتضمن الحقوق. بعد ذلك يعني ليكون هناك ما يكون، لكن يعني ان لا يمر على القضاء العادل الشرعي الذي ينظر في أقضية الناس ومطالبات كثير من الناس، مطالباتهم لم تنظر حتى النظر أمام القضاء. يعني ربما البعض نظرت مسألته في قضية واحدة كان وتطاله قضايا أخرى، الناس لم يسمع، لا يوجد أنظمة قضائية واتهامية كافية تمثل المظلومين كما هو دور النيابة العامة. وبالتالي النيابة العامة لم تقم بالنيابة عن المظلومين باشتقاق قضايا ودعاوى أمام القضاء باسم هؤلاء المظالم، فكثير من الدعاوى لم نجدها أن رفعت. وبالتالي إخلاء طرف الجنات بدون أن تقدم الدعاوى اللازمة لأخذ حقوق المظلومين يعتبر خيانة للأمانة، ويعتبر تعدي على القانون، كما أنه يعتبر تلاعب بالآيات الشرعية عندما يستخدم له عنوان المصالحة. فهذا ليس هو هذا المصالحة، إنما المصالحة هي الاتفاق الاجتماعي اللي يقع بعد تراضي على أسس كثيرة. وحتى الدستور لو أريد فلا يحق له العفو عن الجرائم، يعني حتى لو صدر بأمر دستوري العفو عن قتلة سجناء شهداء بوسليم رحمهم الله لا يجوز لهذا النص الدستوري أن يلغي، حتى لو صدر بأي نص دستوري أنه إذا مرت مدة فلا يحاكم القاتل، ليس له أي قيمة، لا قيمة في العدل وفي العقل السليم ولا في الشريعة الإسلامية، لأن لا يمكن أن يكون قاعدة يضعها البشر هي لتغيير حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا وقعت المصالحة ضمن الشرط الشرعي بالاحترام الحقيقي لأحوال الأطراف المتنازعة المختلفة، فلا شك أن هذا هو مطلب شرعي، والله سبحانه وتعالى يحبب جدا الأمة وحتى المظلومين، يحبب فيهم أن يساعدوا وأن يتنازلوا، ولكنه يعني يؤثم الأمة إذا جبرت المظلومين على أن يكونوا هم الوقود سعادتهم، وقود سعادة المجتمع هو سكوت المظلومين وضياع حقوقهم. فهذا من فروض الكفاية اللي تأتم الأمة جميعها إذا ضيعت المظلومين بين جانبيها. ونحن عندنا أطراف كثيرة مظلومة من النظام السابق لم تصل ولا إلى شيء يسير من حقها. وهذا كله يعني أمانة في رقاب الأجهزة المسؤولة أولا ثم على عموم الأمة. لا يقال إن مصالحة ترفع الحقوق أبدا. طيب، هو خاصة دكتور أن هناك انتقائية واضحة الآن، حتى في لو ذكرنا، لو سلمنا جدلا أن هذه الإفراجات قد تؤدي إلى المصالحة الوطنية، لكن هذه الانتقائية الواضحة في الإفراج عن المساجين، يعني بينما يتم إطلاق مدانين ومحكوم عليهم خاصة من جماعة النظام السابق، هناك ما زال عدد كبير من الأبرياء قابعين في السجون، يعني لم يعرضوا على القضاء، بل بعضهم يعني جاء فيه أمر إفراج من النائب العام أو من النيابة العامة، يعني ولم يتم الإفراج عليهم. طيب الآن سؤال أختم به دكتور، الآن ما هو الواجب تحقيقه إنجازها، يعني قبل الحديث عن المصالحة الوطنية أو قبل أن نقول بأننا ندعو إلى المصالحة الوطنية؟ هو أولا من حيث الإنكار بالقلب، هذا واجب المسلمين يجب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن تبرئة ظلم المشهود بظلم، يعني الشريعة ترى أن بعض الظلم المشهورين بالظلم هم يعني لا ينظر في شأنهم بالقضايا المعتادة، يعني مثلا في باب الحرابة، في باب الحرابة المحارب اللي هو يتعدى على القوافل في الطريق، مع أن الشريعة تطلب البينات على المطالب، يعني شاهدين عدلين وما إلى ذلك، لكن في مثل هذا الجرم الفقهاء أوجدوا نظام الإثبات البديل ويسروا، لأن هذا هو متعدي وهو غاشم وهو هارب بجريمته. وبالتالي القول بأن هؤلاء يعني يدانون
بأنهم لم توجد عليهم الإثباتات اللازمة أو بما إلى ذلك، وهو أصلا لم يبحث بشأن قضاياهم حتى وفق البحث القانوني المعتاد لم يبحث، فما بالك بالبحث الاستثنائي. وبالتالي أعتقد أن المشكلة الآن هي ليست مشكلة مصالح، ليست مشكلة مصالح، مشكلة مفاهيم. وذلك يجب علينا أن ننكر ونعلم الناس أن هذا يجب أن ينكر كونه جزءا من الشريعة، ليس هذا من المصالحة الوطنية. لو كان ضمن جزءا من المصالحة لكان هناك عمل مسبق، ولكان هناك اتفاق وقوائم على الأقل عندك أنت أسرى، عند هذا الطرف اللي أنت أطلقت صراحة عندك أسرى آخرين يحتاج أن تبادله، عندك سجناء لديك كما مثل هؤلاء، إذا كان رأيت أن الحالة الاجتماعية تتطلب إطلاق سراح هؤلاء فعندك أيضا مساجين أقل شأن، أقل كثير منهم، يعني عند مساجين سياسيين هم للنزاع مع كتائب معينة وللنزاع على بعض الأشخاص وليس لهم إشكالية جنائية حقيقية. وبالتالي الإبقاء على الأسرى الذين ليس لهم شأن وإرخاء وإطلاق سراح هذا يعني ليس هذا دليل على أن ليست مصالحة شرعية، وبالتالي إنكار بالقلب ثم الدعوة إلى أن تقع المصالحة التامة في ليبيا من مصالحة شرعية، مصالحة باجتماع الأطراف. ونحن الآن في طور عمل دستوري، الآن نساق إلى انتخابات ونساق إلى بدون قواعد دستورية، لا نعرف رئيسنا ماذا ستكون صلاحياته ولا نعرف برلماننا ماذا ستكون صلاحياته، ولكن نساق إلى أن نختار رئيسا وبرلمان هو لا يجلس. والناس الذين اختاروا، عندنا هيئة الدستور مثلا صاغت منظومة تكون أساس لحياة الليبيين ودستور لمرحلتهم القادمة، يعني أغفل النظر عنها تماما وأجبر الناس على إلغائها. بالتالي أعتقد أن يجب علينا أن نصلح القضاء حتى نقول في إفراجات حقيقية، يجب أن يكون عندك قضاء مستقر، قضاء جيد، قضاء مشهود له. الآن القضاء هو أغلبه يعني لوحظ انحيازه في قضايا عديدة، يعني مثلا قضية مسلم لولا أن لطف الله والمحكمة العليا ردت يعني كان سيرخى سبيل بسبب، ليس حتى بسبب يعني بسبب مضي المدة، يعني كيف أن يعني 1200 شهيد قتلوا بدم بارد حتى لو كانوا يعني سجناء عاديين فقتلهم يعتبر غدر، فما بالك وهم ليس لهم جناية، يصدر من هيئة قضائية أنهم يعني يبرأ ساحتهم بسبب مضي المدة لا بسبب آخر. فأي نظام قضاء يستطيع أن يجيز هذه الإفراجات في مثل هذه المرحلة؟ فأعتقد أن المصالحة الوطنية لابد أن توضع في نصابها الصحيح، وأكثر نصاب لها هو أن الشعب يعني يتحرك ويمارس دوره في الانتخاب وفي الدعوة إلى تطبيق قواعد دستورية ناظمة وحاكمة له تكون هي أساس للاستقرار في المرحلة القادمة إن شاء الله. أشكرك دكتور، انتهى الوقت. دكتور محمود سالم الغريري أستاذ الشريعة في جامعة الزيتون، أشكرك على مشاركتك وتلبية الدعوة، شكر لكم موصول أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.